هلا سيد سلطان، يعني منعود إليك. الانتخابات هي يوم بعد غد، يوم الخميس، يعني الأمور شبه جاهزة للانتخابات إن شاء الله. ما هو برنامجكم أنتم؟ ماذا قدمتم كبرنامج للطلبة لإقناع زملائكم الطلبة بالتصويت لصالح يعني الاتحاد الوطني الأردني اللي أنت ناطق رسمي لهذا الاتحاد داخل الجامعة؟ هلا مبدئياً بمساحة الجامعة كاملة إحنا مرشحين في أغلب الأقسام والكليات. نعم. في تقريباً ما يقارب 9 مقاعد حسمت بالتزكية، وهي بالتنسيق معنا ككتلة الاتحاد الوطني. هلا في عنا تقريباً قائمتين، قائمة الأولى هي قائمة معلنة بالملأ. هلا بعدين بصير الكل بيعرف، بصير التكاتلات والتحالفات فيما بعد. هلا إحنا فيما يتعلق بهاي الانتخابات كاتحاد نمتلك برنامج واضح، وكل مرشح ملزم بتقديم طلب الترشيح يسبق تقديم البيان الانتخابي اللي على أساسه بده يتم إجراء التصويت واختيار. هلا بظل هاي المنافسة، وهي جميلة المنافسة والخلاف صحي جدا والمنافسة رائعة، لأنه بصير دور من الحماس للمرشح إنه يطرح برنامج قوي. هذا واحد، اثنين واقعي، ثلاث في قدرة على التنفيذ، لأنه الإطار النظري في هذه المرحلة الطالب قادر إنه يميز ما بين إنك تقدم برنامج نظري وما بين تقدم برنامج عملي. إحنا كاتحاد وطني بالجامعة الأردنية في أغلب مرشحين بتختلف بياناتهم ما بين طلبة الكليات الإنسانية والعلمية والطبية، هاي واضحة بتقسيمة الجامعة الأردنية. والجامعة الأردنية طبعا تقسيمة الطبية والعلمية والإنسانية بتختلف، بالإنسانية مثلا فيها مختبرات الحاسوب، العلمية فيها مختبرات البحوث، الطبية فيها المستشفى وتفاصيلها. هلا احنا قدمنا هذا البيان على جانبين، الجانب الأكاديمي والجانب الخدماتي، وجزء من الجانب الكلي للكتلة هو جانب سياسي بإخراج قيادات وخلق نواة فعلية حقيقية عندها القدرة على انها تقود الشارع بالمرحلة القادمة بطريقة قيادية قائمة على نظام العمل المؤسسي.